ميادين بدانة الدنيا دبي. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع الصدارة والبداية ومقدمة هذا الشوط، وأرى الاندفاع التلقائي الحاضر دائما مع الأمتار الأولى اللي قادت المجموعة الشاهينية بشعار هجن العاصفة يقدمها غياث الهلالي. نتابع المركز الثاني، وأرى الشاهينية الأخرى بشعار هجن ند الشبه سالم بن سعيد في عملية تضميرها وتدريبها. بنبذ انطلقنا مع المركز الثالث، بأرى التقدم أيضا للشاهينية بشعار هجن العاصفة ومتابعة غياث الهلالي. ومع المركز الرابع القدوم أيضا للشاهينية، شعار هجن العاصفة يتقدم مع المركز الرابع متابعة وانطلاقة غياث الهلالي. خامسا من الجانب الآخر، من الجانب الآخر الظبي بشعار سمو الشيخ حمدان برايد المكتوم ومتابعة عبيد بن حمد بن شنان المري متابعا لهذا الانطلاق. ولكن أرى التقدم، أرى التسلل مع المركز السادس. نتابع الطويلة، نتابع الطويلة من بدت تتسلل وتنطلق مع المراكز المتقدمة. الطويلة مشاهدينا متابعينا الكرام بشعار سمو الشيخ مكتوم بن حمدان مراد المكتوم ومتابعة سعيد بن عبيد الحميري. بينما انطلقنا مع المركز السابع، مع المركز السابع نتابع سيوف، نتابع سيوف مع المركز السابع وشعار سمو الشيخ حمدان مراد المكتوم. فيصل بن طالب بن شريم المري من يتابع انطلاقة سيوف. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز الثامن، وأرى التقدم في هذه اللحظات والتسلل، التسلل التسلل والانطلاق المثير من خوفه. نتابع خوفه من بدأت تتسلل في هذه اللحظات وتنطلق أيضا بهذا الأداء المثير مع المركز الثامن بشعار سمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد النهيان ومتابعة أحمد بن خلفان بن صايغ المزروعي. بينما انطلقنا مع المركز التاسع، مع المركز التاسع مهابة تتسلل في هذه اللحظات لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيفر النهيان والصادق فضل الأمين من يتابع، من يتابع انطلاقة مهابة مع المركز التاسع. عاشرا مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع حبوبة، نتابع حبوبة مع المركز العاشر لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم براد المكتوم غانم بن مسهر بن قوبع المنصوري من يتابع انطلاقة حبوبة مع المركز العاشر. هذه النتيجة، هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للعشر الأسامي المتقدمة، للعشر الأسامي المندفعة بناموس هذا الشوط في هذه الأمسية، أمسية الثنايا وهجن أصحاب السمو الشيوخ على أرضية هذا الميدان. هذه الأسامي أيضا اللي سطرت إنجازاتها بحرف من ذهب في هذا العالم الساحر. نعود مع الصدارة والبداية ومقدمة هذا الشوط وشعار هجن العاصفة على المقدمة مع الثنائية، مع الثنائية مع الشاهينية والشاهينية الثنتين الثنتين بشعار هجن العاصفة يقدمهن غياث الهلالي ينطلق بهذا الاندفاع الجميل. ولكن أرى السيوف مع المركز الثالث شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم ومتابعة فيصل بن طالب بن شريم من يتابع انطلاق السيوف مع المركز الثالث التقدم لخوف. مع المركز الرابع شعار سمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آر هيان أحمد بن خلفان بن صايغ المزروعي ينطلق مخوفه مع تحدياته المثيرة مع انطلاقته الممتازة من مركز إلى مركز تتجول في هذا الميدان طريق في طريقها إلى المقدمة والصدارة. ومع المركز الخامس، المركز الخامس نتابع الشاهينية بشعار هجن ند الشبه سالم بن سعيد من يقدم هذا الانطلاق. نتابع أيضا القدوم في هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا الانطلاق المثير ما شاء الله تبارك الله. المركز السادس، المركز السادس التقدم أيضا
الانطلاق لمن حاش لسمو الشيخ صعيب بن حمدان مراد المكتوم خليفة بن سلطان بن رشيد يقدم انطلاقة من حاش اللي بدت في التسلل بدت بالانطلاق مع المركز الخامس ولكن من الجانب الآخر مع المركز الثامن نتابع القدوم أيضا والتحديات من الظبي بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم ومتابعة عبيد بن حمد بن شنان المري مقدما لانطلاقة الظبي مع المركز الثامن تاسع التحديات المركز التاسع أرى حبوبة تتسلل في هذه اللحظات والشعار سمو الشيخ سعيد بن مكتوم براد المكتوم غانم بن مسهر بالقوبع المنصوري من يقدم حبوبة ومع المركز العاشر مهابة لسمو الشيخ محمد بن ذياب السيف آرن هيان الصادق فضل الأمين يتابع انطلاقة مهابة مع المركز العاشر هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام بها هذا الانطلاق المثير سألت عن موقعنا فنحن نعادل حزام الغابات على اليمين بهذا الانطلاق المثير وأرى التغيير اللي طرى وجرى على المقدمة نتاب خوف يرة الشوط انطلقت بالمقدمة قادت المجموعة بشعار سمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد الهيان ومتابعة أحمد بن خلفان بالصايغ المزروع ولكن من حاشة من الجانب الآخر أيضا تتقدم بخطى ثابتة مع المركز الثاني من حاشة لسمو الشيخ سعيد بن حمدان راشد المكتوم ومتابعة خليفة بن سلطان بن رشيد سيوف مع المركز الثالث شعار سمو الشيخ حمدان راشد المكتوم وفيصل بن طالب بشريم المري من يتابع انطلاقة سيوف المركز الرابع والخامس الشاهنية الثنتين بشعار هجن العاصفة متابعة غياث الهلالي نتابع المركز السادس وأرى التقدم من الظبي أرى التسلل للظبي مع المركز السادس بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم ومتابعة عبيد بن حمد بن شينان المري من يقدم الظبي وانطلاقتها المثيرة مع المركز السادس بينما انطلقنا مع المركز السابع نتابع الشاهنية بشعار هجن العاصفة ومتابعة وانطلاقة غياث الهلالي ولكن القدوم ايضا مع الشاهنية التابعة لهجن ند الشبه سالم بن سعيد في عملية التضمير والمتابعة والانطلاق هذه الكوكبة مشاهدينا متابعينا الكرام اللي تنطلق بناموس هذا الشوط بدينا ننعطف مع المنعطف الاخير مع التحدي المثير مع الانطلاق الرائع وخوف على الصدارة خوف على المقدمة يا الرشوط تنطلق بناموس هذا الشوط في هذه التحديات المثيرة وشعار سمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان ولكن أرى التسلل أرى الشاهنية تنطلق بالمقدمة بشعار هجن العاصفة قادت المجموعة الشاهنية انطلقت بناموس هذا الشوط ما شاء الله تبارك الله المغادرة للوحة الاثنين كيلومترات بوابة العبور العبور إلى خط الناموس إلى الانطلاق أرى التجمع أكثر من شعار على المقدمة والشاهنية تقود هذه الجموع بالشعار هجن العاصفة يقدمها غياث الهلالي سيوف مع المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان براد المكتوم ومتابعة فيصل بن طالب بن شريم المري ولكن أرى خوف قادت المجموعة لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان ومتابعة أحمد بن خلفان بن صايغ المزروع ومن الجانب الآخر سيوف تسلل مع المركز الثاني بشعار سمو الشيخ حمدان براد المكتوم فيصل بن طالب بن شريم المري يتابع انطلاق السيوف الشاهنية من الجانب الآخر ما شاء الله كر وفر في هذا الشوط والتحديات جميلة الانطلاقات رائعة التغييرات مستمرة الشاهنية قادت المجموعة انطلقت بناموس هذا الشوط بهذا الشعار شعار هجن العاصفة ومتابعة غياث الهلال سيوف مع المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم ومتابعة فيصل بن طالب بن شريم المري خوف مع المركز الثالث ولكن أرى من حاشة تتقدم أيضا بدأت تتسلل من حاشة في هذا الأداء المثير مع المركز الثالث
لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم ومتابعة خليفة بن سلطان بن رشيد خوفة مع المركز الرابع لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل الهيان ومتابعة أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي ولكن سيوف سيوف على الصدارة غادرنا لوحة الكيلو المتر الأخير والخطير انطلقت سيوف بناموس هذا الشوط من حاشة قادمة قادمة بكل قوة مع المركز الثاني لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم ومتابعة خليفة بن سلطان بن رشيد من يتابع انطلاقة من حاشة خوفة مع المركز الثالث لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل الهيان ومتابعة أحمد بن خلفان بن صايغ المزروعي ولكن سيوف بدون أي تعليمات بدون أي أوامر حتى هذه اللحظات اتجاه سليم واتجاه صحيح مع هذا الشعار اللي حمل السيوف أيضا والإنجازات ما شاء الله تبارك الله سيوف 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 تنطلق بناموس هذا الشوط مع هذا الشعار شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم من ينطلق على الصدارة ومتابعة فيصل بن طالب بن شريم المري مضمر القرن ينطلق أيضا مع سيوف واللحظات الأخيرة تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم على فوز سيوف بالمركز الأول ولحظات وصولها إلى خط النهاية تهانينا لفيصل بن طالب بن شريم اللي وصلت معه مع المركز الثاني تاتي من حاشة بشعار سمو الشيخ سعيد بن حمدان برايد المكتوم المركز الثالث ايضا من هجن ند الشبا ومع المركز الرابع خوفة بشعار سمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد هيان المركز الخامس بشعار هجن العاصفة هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام لمراكزنا المتقدمة عشر دقيقة 51 ثانية 9 أجزاء من الثانية هو توقيت سيوف تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم والتهاني لفيصل بن طالب بن شريم على فوز سيوف بالمركز الأول من حاشة تاتي مع المركز الثاني 12 دقيقة 53 ثانية 7 أجزاء من الثانية تهانينا لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم والتهاني أيضا موصولة لخليفة بن سلطان بن رشيد بينما الأسرة مع المركز الثالث هذه لحظات وصول الشاهينية 12 دقيقة 54 ثانية 9 أجزاء من الثانية تهانينا لهجن ند الشبا والتهاني موصولة أيضا لسالم بن سعيد شاهدينا الكرام مستمعينا الأفاضل نجدد لكم التحية وها هي الانطلاقة لشوطنا هنا الحادي عشر في مجموعة الأشواط وشوطنا الحادي عشر الخاص بالثنايا القعدان المحليات الأصايل هنا أيضا